نجحت الدولة على مدار 8 سنوات في وضع خطة تطوير شاملة ضمت كافة أفرع القوات المسلحة المصرية، كما نجحت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تسليح القوات المسلحة تضمنت توطين العديد من الصناعات العسكرية، فضلا عن تنظيم معرض أديكس للأسلحة الدفاعية للمرة الأولى في تاريخ مصر. فلتعلموا أن شرف خدمة هذا الوطن العظيم لا يدانيه شرف، وأن التضحية في سبيل أمنه واستقراره وكرامته هي واجب على أبنائه المخلصين. من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وضعت الدولة خطة تطوير شاملة لرفع كفاءة القوات المسلحة، وبخطوات غير مسبوقة وفي تطور نوعي كبير على كافة المستويات، شهدت القوات المسلحة العديد من التطورات المهمة، بداية من تنويع مصادر التسليح وتوطين العديد من الصناعات وتنفيذ العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، مما ساعد على رفع تقييم الجيش المصري إلى مراكز متقدمة بين جيوش العالم. ولتعلموا أن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية عريقة آلت على نفسها منذ القدم أن تصون هذا الوطن وتحمي مقدرات أبنائه، وإنها مؤسسة ذات تقاليد عسكرية راسخة تقوم على الكفاءة والفاعلية والانضباط والفداء والولاء التام للوطن. ففي مجال رفع القدرات القتالية وتسليح القوات المسلحة بأحدث معدات القتال، نجحت الدولة في إبرام العديد من صفقات السلاح، وكان من أبرزها التعاقد على مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز رافال مع فرنسا، وفرقاطات بحرية متعددة المهام من طراز فريم التي أصبحت تصنع في الترسانة البحرية بالإسكندرية، وزوارق سريعة إيطالية الصنع، إضافة إلى امتلاك مصر للمرة الأولى في تاريخها حاملتي مروحيات من طراز ميسترال، والتي تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية. كما تم تسليح البحرية بالغواصات الألمانية طراز 209400، وهي الأحدث والأكثر تطوراً في عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لانشات الصواريخ المتطورة واللانشات السريعة. وقامت القوات المسلحة بإنشاء عدد من القواعد العسكرية التي تحمل أهمية استراتيجية كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة، ومن بينها قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، فضلاً عن قاعدة 3 يوليو العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية. كما تعتمد القوات المسلحة خطة تدريب واسعة تؤكد قدرة وقوة وكفاءة المقاتل المصري، ومن بينها تدريبات النجم الساطع وحماة النيل ونسور النيل ودرع العرب وزايد 1 و2 و3 وجسر الصداقة وسيف العرب وميدوزا ومرجان. وضمن منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة، تم تنظيم للمرة الأولى في تاريخ مصر معرض الدفاع الأول إيديكس 2018، كما تم تنظيم النسخة الثانية من المعرض عام 2021، والذي لاقى مشاركة دولية واسعة، وهو ما يؤكد على القوة العسكرية للدولة المصرية.